أول يوم ليها في الشغل كانت خايفة من صاحب الشغل قوي. الراجل ده نداها لعنده وزعق زي التراب لمدة طويلة، استنى لحد ما التعب راح. تشين روي ده اتكلم بحدة، الجيبة بتاعتك مقطوعة، خلى البنت تحس بالإحراج. هي لسه ممرضة شابة مبتدئة وهو راجل من الجيل التاني أثري مشلول. هي من دلوقتي هتعتني بيه دايما. مين كان يعرف إنها كانت خايفة لما شافته أول مرة؟ حاجة ظلم جدا. الممرضة ما تعرفش إن الجيل التاني الثري بيكره كل الناس. في 4 ممرضات قبل كده راحوا عنده ودلوقتي جه دورها. الجيل التاني الثري بيتمنى إنه يطرد الممرضة دي مرة كمان، لكنه متوقعش المرة دي مش هيطردها، لأن البنت دي مميزة جدا. أبوها عاطل وأمها في البيت بتهتم بجدها، أختها كانت حامل وولدت طفل، لكن برضو لسه عايزة تروح الجامعة. ضغط على العائلة اللي فيها 5 أفراد، دلوقتي هي لوحدها. بالرغم إن القدر مش عادل شوية، لكن البنت الطيبة دي مش بتشتكي أبدا وبتحاول بيأس إنها تشيل العيلة بتاعتها، وبكده يمكن القيام بالظلم. معقولة هي لسه خايفة منه؟ عشان كده شد الحبل المعقد بين المرضى والممرضات المتفانين على وشك البداية. ده الفيلم الرومانسي سنة 2016 قبل ما قبلك، مقتبس من رواية 2013 الأكثر مبيعاً اللي نفس اسم الفيلم بالظبط. بتخلي الناس تعيط وبتخلي الناس يفكروا في معنى الحياة. الشغل بتاعها بيبدأ الساعة 3. الجيل التاني الثري ده سخر منها وحذرها انها ما تتهزش وتتكلم قدامه، عشان كده يمكن للممرضة انها تقعد في المطبخ بس، بتقلب الكتاب بهدوء وتقف في اي مكان في الكتاب. راحت تقضي استراحة الظهر في ساحة كبيرة وبتاكل السندوتشات الحمضة اللي بتعملها لنفسها. بالرغم من ان الظروف في القصر كويسة والطعام الجميل متوفر، لكن ده كله مش تبعها. كل يوم مش عايزة تروح الشغل، لكن الممرضة في الوقت المحدد الساعة 8 بتحط المكياج وبتبتسم. والجيل التاني الثري زي ما هو وشه سيء حتى هذا اليوم. صديقة الجيل الثاني الثري السابقة جت تشوفه، هي بالفعل أفضل رفيقة لي، وده حطم قلب الجيل التاني الثري. قبل ما تمشي صديقتي السابقة قالت للممرضة حاجة، هو بيفضل يبعدني عنه وفي شوية ناس ما عندهمش إخلاص مش هتعرفي تنقذيه. لما مشيوا الجيل الثاني الثري داس بالكرسي المتحرك بتاعه على كل الصور، هي دي الطريقة الوحيدة اللي بيطلع بيها اللي جواه. وتبصله كده، الممرضة زعلت شوية. تاني يوم راحت اشترت صمغ كتير قوي، لزقت إطار الصورة المكسور بالصمغ بحرص. بعد ما الجيل التاني الثري شاف سخر منها أكتر وقال إنها بتلبس لبس وحش وقال إنها ملهاش لازمة. المرة دي الممرضة زعلت وطلبت منه بجدية إنه يكون محترم معاها شوية. الجيل الثري التاني قال لها امشي. الممرضة قالت إنها مش هتمشي، هي عايزة الشغل ده وكمان مش معاها فلوس. صمت الجيل التاني الثري، ما بقاش عارف يتكلم مرة تانية. أحيانا لازم الناس يكسبوا احترام نفسهم بشكل مناسب عشان ما تتعرضش للتنمر طول الوقت. بعد كده بدأ الجيل التاني الثري يطلب من الممرضة لو تساعده في تحرير الكرس. في وقت غير مسبوق طلب منها انها تتفرج معاه، شكله كده طلب تقيل. في الحقيقة المرة دي كانت فخورة بالطلب، ولما كانوا بيتفرجوا على الفيلم الجيل التاني الثري كان بيراقب ردود افعال الممرضة في السر. الاشياء الجميلة اللي احنا كلنا عايزين نشاركها تتطلب موافقة الاخرين، في الحقيقة هو مش استثناء. من اول اليوم ده وهما الاتنين علاقتهم اتغيرت، بدأوا انهم يتكلموا ويتحاوروا. الجيل التاني الثري ما بقاش سخيف والممرضة ما بقتش تهتم بالماضي. بعد ما بدأت إنها تتقبله اكتشفت إنه شخص لطيف جدا، واكتشفت كمان اتضح لها إن الرجل النتن ده طيب. مرض الرجل التاني الثري عجيب جدا، جسمه ما بقاش يعرق والحرارة متشتتة طالما عنده برد هيصاب بحمى شديدة، لذلك في الشتاء التلجي يمكنه فقط خلع ملابسه وبيستخدمه فوطة مبلولة عشان جسمه يبرد. فقد الوعي لفترة طويلة، لتحقيق الاستقرار له هو ده المريض اللي عنده إصابة في النخاع الشوكي. الجيل التاني الثري يمتلك كل شيء، وسيم جدا، سنه صغير بأكتر من 100 مليون أصل، صديقة جميلة، وظيفته شغالة في كل دقيقة، دايما بيبتسم، كل حاجة حلوة. بس القدر كان ليه رأي تاني واتصاب في حادثة عربية، كل جسمه ما بقاش بيتحرك، مش حاسس بأي حاجة، حتى التبول ما بقاش قادر يتحكم فيه. ولما هي عرفت كل ده
بدأت تشفق عليه جدا، وحتى بعد ما معاد شغلها بيخلص بتفضل قاعدة جنب سريره دايما بتعتني بيه. في الليلة دي هو صحي واكتشف انها لسه موجودة، اتأثر جدا وضحك لها، ومن ساعتها علاقتهم ما بقتش علاقة ممرضة ومريض، لا بقوا اصحاب، وكمان سمح لها انها تساعده يحلق دقنه، ولما شافت وشه بعد ما حلق بصت له وسرحت كتير عشان هو فعلا وسيم. وكمان ممكن نقول ان احباطها ابتدى يختفي تدريجيا، بس في يوم هي سمعت صوت خناق ابوه وامه وكانوا بيتخانقوا عشان ابنهم لو مات ووصيته، وهي سمعته ابتدت تفهم ان هو طلب من امه وابوه الموت الرحيم، وهم كمان بالفعل وافقوا. الام مش متقبله الموقف، بس الاب بيدعم ابنه، قال ان ابنه كل يوم بيعاني ومش عايز ابنه يموت بالبطيء. وهي افتكرت انها شافت ايده، كان في جرح في ايده، وفي اليوم ده بعد ما خلصت شغل قال لها مع السلامه بصوت عالي، بس هي ما ردتش. بعد كده راحت اتكلمت مع اختها، قالت انها مش هتقدر تروح الشغل تاني، بس اختها قالت لها انت متاكده انك هتسيبيه يموت؟ انت ممكن تخليه يرجع يحس بالحياه تاني. لما هي سمعت كده اتشجعت وبدات تقرا وتدور على النت ازاي الناس تأقلموا بعد ما تعرضوا للاعاقه، وبدات تعمل خطه عشان تخليه يرجع يحس بالحياه تاني. وفعلا بدات تستخدم كل الحجج عشان تخليه يخرج. راحوا لحفله موسيقى وهي لبست فستان احمر، وفي وقت الحفله هي قطعت اللزقه اللي كانت على قميصه. بعدها هو حس ان هي شخص بيحب الحياه جدا، مش مهم سواء كانت في مكان ادبي او في حفله موسيقيه، هي بتقدر تستمتع وتدخل في مود كل ده. ما اشتكتش من اي حاجه قبل كده. بعد ما الحفله خلص وهم قدام الباب قال انه مش عايز يروح، وانه عايز يقعد معاها ويسمع للموسيقى. الاتنين علاقتهم كل مدى بتبقى اقوى، وفي عيد ميلادها راح بنفسه لبيتها المتواضع وجاب لها هدية هي حبتها جدا واتفاجئت جدا بيها. حتى حبيبها ما فكرش يجيب لها هدية زي دي ابدا. بعد فترة هو جاب وظيفة لباباها في مصنعه، وكمان كان بيساعدها انها تحقق احلامها وانها ما تكونش دايما عايشة تحت ضغط. حبيبته السابقة قالت له انها هتتجوز صاحبه، وهو راح على كرسيه المتحرك الفرح، ولما شاف حبيبته بفستان الفرح حاول يتحكم في نفسه وما يقولش ولا كلمة. وفي الفرح هي سمعت واحدة بتقول ان العروسة دايما كانت بتبص عليه هو، وما كانتش شايفة غيره موجود، بس مع الأسف هي اختارت حد تاني، وان العريس من الممكن ما يكونش افضل شخص. الست دي قالت انها ما بتشفقش على البطل، لا هي بتشفق على العروسة. ما عداش كتير والعروسة راحت تتكلم معاه، حاول انه يبان طبيعي جدا بس هو كان محرج جدا. في الاصل كانت هي اللي تخلت عنه، وكمان قالت ان دي كانت مشكلته هو، بس دلوقتي البطلة هي المرافقة بتاعته، وهو كمان اتغير جدا واحرجها جدا. وكمان هي قررت انها ترقص معاه، قعدت على رجله وخلته يلف بيها بالكرسي المتحرك. وفي الوقت ده المعازيم كلهم بدأوا يتكلموا، قالوا انه بالرغم انه اصبح معاق بس لسه قادر يلاقي حد يحبه. وفي اللحظة دي قال لها انت الحاجة الوحيدة اللي بتديني القوة كل يوم. اللعبة قلبت بجد، اتضح انه كان بيحبها من بدري. هي بصت له بكل دفء، بس هو من الاول ما ذكرش قدامه امر الموت الرحيم، بس هو كمان لسه ما صرفش نظر عن الفكرة دي. معاد الموت الرحيم كل مدى بيقرب، وهي لازم في الوقت ده تقنعه انه يعيش. واخر جزء في خطتها هي السفر، اخدته للبحر، قعدوا مع بعض قدام البحر وكانوا بيضحكوا زي الناس الطبيعية بالظبط، وشافوا فيلم مع بعض، وهو شاف منظرها وهي بترقص وعينه كلها كانت مليانة حب. بعد كده الاتنين تبادلوا القبولات واكدوا حبهم لبعض، وفي الوقت ده قالت له انا ممكن اخليك سعيد، ممكن ما تروحش سويسرا؟ عشان بالفعل سويسرا وافقت على طلب الموت الرحيم، بس هو رد وقال لها انه لسه عايز يروح. هي كانت بتعيط وبتترجاه انه يعيش عشانها، بس هو قال لها انه فعلا عشان بيحبها عايز يديها حريتها، وعشان هو مش هيقدر يديها السعادة اللي اي راجل ممكن يديها لها، والسبب الاكبر انه مش قادر يحب نفسه بالطريقة دي. وهو كمان اترجاها انها تروح معاه وتبقى معاه في اخر مرحلة ليه، بس هي ما تقدرش تشوف الراجل اللي بتحبه بيموت قدامها. بالنسبة ليها دي حاجة قاسية جدا. مشيت وهي بتعيط وما تكلمتش تاني معاه، ولما راحت البيت
عيطت جامد. مامتها كمان اعتبرت ان دي حاجة صعبة جدا وان مش ممكن يخلوا المرضى تختار طريقة الموت دي، بس هي ما تكلمتش وفضلت ايام مكتئبة جدا. والدها قال لها انت ما فشلتيش، انت بس مش بايدك اي حاجة تغيري بيها الحقيقة، انت قدرتي تديله افضل هدية مش الامل في الحياة، لا انت اديتيله حبك. ولما عرفت انه راح سويسرا قررت انها تروح بسرعة. وصلت وشافته لاخر مرة، هي ضحكت وهو كمان ضحك، فتح الشباك وخلته يشوف جمال العالم لاخر مرة، قربت منه وحضنته، خلته يشعر بالدفء لاخر مرة، بعد كده ودعوه للابد. كل ورقة شجر في العالم مختلفة عن التانية، وان كل مرة بتقابل فيها الناس هي جزء من النهاية. بعد فترة من الوقت هي راحت باريس في كافيه كان هو بيحبه جدا، رومانسيته وامنياته اصبحوا جزء منها، وحبهم وتفاصيله قدروا يخلوها تكمل، والبنت اللي بتحب الحياة طبعا مش هتضيع حياتها.